حميد، فنانة تشكيلية من فلسطين حيفا. الصراحة هاي أول زيارة لإلي للمغرب. بالنسبة لي اشتراكي بهاي الورشة كثير مهمة، لأن أتاحت إلي فرصة أن نتعرف على فنانين من المغرب، وكمان أن نكون مع فنانين فلسطينيين من يعني طبيعة الفلسطينيين يعني مشتتين. هاي فرصة لإلنا إن فنانين فلسطينيين نلتقي في دار الفن المعاصر في أصيلة بريش. يعني الفرصة هون إن يمكن إني ألتقي مع فنانين من الضفة أهون من ما ألتقي أو أدعيهم يجوا لعندي على حيفا. في صعوبات، فهون يعني أنا يعني كثير متشكرة المغرب وكمان دارة الفنون المعاصر على هاي الدعوة. يعني هون كان في إمكانية نحكي ونناقش أعمالنا الفنية بشكل حر، مش من محل خوف، أو كان في انسيابية في اللقاء هنا. كريمة أبو شكرة من مدينة أم الفحم، فلسطين الداخلة 48. أول مرة بدخل المغرب، تلقيت مشاركة من الست أحلام المسفر بالمشاركة برسم لوحات وعرضها هون عندكم بالبيت الفن المعاصر. صراحة تجربة جدا رائعة زيارتي للمغرب أنا وأصدقائي، منها نتعرف على الثقافة والحضارة المغربية، أيضا تعرفنا على أصدقاء وأشخاص طيبون جدا ورائعون، منهم فنانين ومنهم في السوق عندما كنا نذهب لنشتري الأغراض. أشعر بسعادة كبيرة في وجودي في المغرب، لأني أحببت فعلا هذا البلد، أحببت ثقافة هذا البلد، وأحببت شعب هذا البلد، لأنه أنا شعرت أنه الشعب المغربي يعطي الدعم الكبير من الكبير للصغير، يعطي الدعم الكبير للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني كان يستعمل لبة الصفار بهدف تقطير، وعمل سياج نباتي بهدف حماية البيت، حماية المسكن، حماية الحقل. ففلسفيا لبة الصبار ارتبطت في حكاية شعب كأداة حماية ووقاية، وفي ذات الوقت لبة الصبار هي نكتة جميلة ولذيذة بذات الوقت، هناك ثمرة. يعني أول ما أجيت حاولت أدور على شيء يجذبني اللي أبلش أشتغل منه، يعني حاولت أبني عمل اللي هو كمان له علاقة في المكان، في الحيز اللي إحنا موجودين فيه. فأول ما أجيت ما بعد طلعت هون شفت السنابل القمح، فحكيت أوكي يعني من هون ده بلش. فكمان من طبيعة الجغرافية تبعت هالبلد والتضاريس الحلو إنه فيه البحر، كمان يمكن عشان هيك استعملت اللون الأزرق لأنه كثير بيميز المغرب. زرت مدينة شفشاو مع المجموعة اللي كانت معي، وأنا كان قلبي يمتلئ في الحب للثقافة المغربية والحضارة المغربية،
أنا هناك رأيت كيف الناس يحافظون على تراثهم ويحافظون على بيئتهم ويحافظون على بيوتهم ويحافظون على دينهم ويحافظون على مستقبلهم بأيديهم يشتغلون. فأنا امتلأت شوقا ومحبة وكمان فخرا في هذا الشعب العظيم. وأنا طبعا أكيد سوف أرجع إلى هذا البلد مع زوجتي ومع أبنائي إن شاء الله قريب جدا. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها لأنكم في بقاع الأرض أمطار. شكرا على استضافتكم.